الآن نحن حنبدأ بتوضيح ما فات من العمل، لأن العمل لا ينقطع عن بعضه البعض، وبالتالي حنكمل ما بقي من العمل وحنشوف الآراء مع بعض. والآن حنعطي فرصة لأختنا فرويني اللي هي اللجنة المؤقتة اللي اخترناها قبل يومين، وبالتالي حنشوف ماذا يكون آراء الشباب بصفة عامة، وكيف نحدد النقاط المطلوبة التي نريدها الآن معا. مون بعرف قعد حن متاخوم انا فوينه حفت مريم بهال ماماتي حضر جرماني مامسيد ما حنت ما كلنا انا حضر قداي حجر او غباء امسينا تمال النفعات بغدت مال بغدت مال النفعات من اسيات بتوتنا اكيبو منا ابسيات لنا زاغر بزيا تاكيبنا تمايتنا اب حدا نتبخ نتصحي لنا بزحتي متاهم نيركم بذا حنت اتهم كاب تعم دس بلنا خمزينا بزيحنا نكب تسفال لنا يا زبل اتو ما بزياز تاكبنا قد ما خلتها معلتي كنسال طوز قداي كنسال طوز صبينا زل عمامات اتو تاكبنا زنبرنا كنوا كنوا هذا بزجمرنا لو جيزي تهرفنا حسابك مغلات بينا زل رستا بزح دو من بارو مو تمام كله قال كنه زي ما فعلنا اتن اخوات من تمزنا زنبرنا دك الاستيو دك الاستيو تعالي لو صغير ما بعد تنسي تمرسنا نيرنا كل قبعة قمنا على زنبرة حنت ميلات دائمنا تا ميلان تا نيرا قد تفل عليه في العالم ما سلزلنا كلنا ارترا يمكن السنة قد تفل عليه خرنا على العالم لنا دور سلزقنا بخنا يكرنا نتي عبد تفل عليه هجرات زلة مقرة ببخونا تاسحن قصرو بب كونتيننتال وريجنال كمامة زوج من السي عشاب ترنيكو وكلتو مريكو كم جزيا وتش ما قلها أول مكتب كم عيد ما قالتو هكذا بتبو تقبلاتا عيدون قنا من عبزي خرنا عفت أكيدنا ناي أوروبا ناي إثيوبيا ناي السودان ناي سامي أمريكان كندا ناي ناي أستراليا ناي مغرب ناي مأخرة مغرب وناي سون كولان بخيرنا جوا السفنا لا ما نعطو كنا ذات سون كولان بتعمل كل ما لقى ما تحب برا اللي شلون زبونه ناي سون كولان هون وشوف على وقت تجينا شو ما قلنا مريضنا تاش ما قلنا ما تشوم خنتات ويزي ما تشوف وتا عبي قدر لي فنانة تواها بنا حالا فنة كنت المصون كنا وها هدوني لنا خنتات كنت سبت قنينا دخونا خوينو عن توي تقاطيرنا دهر مسح أبزيها تراخيبنا عن تسبت احنا انا تبلا الساخة بخمي قرنا نت زي تساتف في منسي كنا نساتف بخمي قرنا نقول له خنرخبون نخل مهنياتو زقازا قفيح سلوزخونة متوع مايكروفون سلوزيلو بخمي قرنا خنرخبوكم نتبل حسب انتي توهيدنا لا مالتي من البات كنت بقول براد لو فات كوميشن تبعنا يمسلني لومي الكوميشن انت دعك اكيد الناس في ابو هول بكرت اخيبا حاولنا حد الميكروفون كيدو قلتي في بوان قعرب تبرنيال من كل من اسي ابط وكوفي لصنيعو كنميايت كنطرا نفل من كل تصاوعيت فوق ابرلو حنت ميلا دليلنا يا نيرنا كويلو كنت حجي እቲ ጉዳይ ክጽበ ስለ ዘይክእል ፍጡናት እንደገና ይፍዓል ተዋዊዖም ከምዚ ገይሮም ኣኪቦምን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣኼባ እዚ ንኩሉ መንእሰይ ናብዚ ጉባኤ ክውክልን ክሳተፍን ዝመፅእ ይውክል ይጥርምስ እዩ እንድሕር ትብልዎ ኸንኩም ኣብቲ ኣጀንዳታት ዝተሰማማዕና ኣለኹ እትወኩም ድምፂ ሃቡ ብሓባር ብከመይ ቤትኩም ይውክል ድዩ ንኩልና ትርጉም الناس عملت مبادرة واجتمعوا شباب هنا
وبعدين الناس ناقشت ماذا يكون دور الشباب في هذا المؤتمر او ما بعد المؤتمر. وفي الاخير الناس كانت تكون لجنه مؤقته لحين انتهاء هذا المؤتمر. وهذه اللجنه تقوم مهامه محدده ان هي ايصال مطالب الشباب وايضا جمع الشباب واخذ الاراء وتحديد نسبه الشباب في داخل المجلس المرتقب باختياره. بهذه الطريقه مشت. وبالتالي اخيرا قلنا كل منطقه تقف على حده وتختار شخصين او ثلاثه، مثلا اوروبا، اوكرانيا، السودان واثيوبيا وهكذا. قد يكون هناك كثير من الشباب ما كانوا حاضرين وكثير من الشباب كان حاضر. على هذا النمط كونت اللجنه من مختلف المناطق، هي لجنه مؤقته لمده 6 يوم لايصال هذه المطالب. وفيما بعد ايضا جلست اللجنه المختاره من مختلف المناطق، اختارت سكرتاريه من 3 شخص رئاسه الاخت فرويني على اساس مواصله هذا العمل. وحددنا بعض الحلول الاجنده التي يجب ان تكون من مهام هذه اللجنه، ايضا من مهام الشباب في هذا المؤتمر. ده ما حصل خلال يومين. الان نحن كنا قررنا اذا حصل اجتماع عام في القاعة بعد انتهاء الاجتماع العام، الناس تبلغ عبر الميكروفون بقاء الشباب في القاعة لمواصلة اجتماع شبابي لكل الشباب، لأن آلية التبليغ هنا أصبحت صعبة. وكان بالتالي جاءت هذه الفكرة على أساس يكون اجتماع شبابي بعد اجتماع، ولكن للأسف الشديد اليوم ما في اجتماع كما كان متوقعا. ومشكورين بعض الإخوة أيضا لنشاطهم في مختلف المناطق، بلغوا الشباب وتم هذا الجمع. وبالتالي وإن كان عن هذا الطريق أو عن ذاك الطريق حقق الغاية. وهذه الجلسة هي اللي كنا نسعى لتحقيقها رغم صعوبة آلية التبليغ في هذا المكان. الآن أهم أجهزة اللي عندنا هي دور الشباب في المؤتمر، هو نصيب الشباب يكون في المؤتمر كم حتى لا يهمش كما هم في ملتقى الحوار الوطني السابق. هذه هي كانت الأهداف وهذه هي القرارات. ولكن إذا كان هناك من يرى الآن نبدأ في أجندة يمكن أن نبدأ، إذا عندكم رأي أيضا الناس لا تعمل لجنة مؤقتة جديدة، ده برضو مطروح للمستمعين. وبالتالي هي تقول إذا بتروا أول نكون لجنة جديدة نخش في هذه الحتة، إذا بتقولوا أنتوا بدل نخش في الحتة دي نناقش البنود ونحدد نسبة الشباب اللي حنطلبها كم تكون، وبعدين بعد ما نعرف نسبة الشباب برضو يكون مثل هذا الاجتماع على اساس الناس تختار الشباب اللي حتدخلهم في المجلس الوطني المرتقب حتى لا تلتبس الرؤيه. ليست هذه اللجنه او هذه السكرتاريه هي اللي حتكون، لان هذه 3 ونحن قاعد نطمح اكثر من كده في المجلس الوطني. بعدين الشباب حيجتمعوا من جديد سواء عبر مناطقهم المختلفه او عبر الانتخاب الديمقراطي كما يرونه يختارون الشباب الذين يريدونهم اقحامهم او ايصالهم لقبة المجلس الوطني المرتقب. وهذا هو الهدف وهذه هي القاية. الان نبدا، هل نختار اللجنة من جديد؟ الناس تتوزع عبر الجغرافي وتختار من جديد، ام نواصل في الاجندة وكيفية تحقيق المطالب التي نوغشت وحددها؟ أولا أن نلتقي هنا عمر طه جاي يسمع حركة الشباب سويسرا، وفي وفود أخرى برضو مشاركين في هذا المنحنى وجايين في هذا الموضوع بحيث يشارك في هذا الحدث. الآن دور الشباب أنا ما أريد أطيل على الكلام هذا، هو الشيء المهم جدا في تغيير الأحداث الموجودة سواء كان في داخل المنطقة اللي نحن نعيشها أو مناطق أخرى محيطة بنا. فنحن جزء من هذا أو من هذا النشاط الموجود من قبل الشباب. فإذا الدور علينا نحن، ما دام الدور علينا نحن لابد أن نقوم بيد واحدة متكاتفة مترابطة وبمنهجية موحدة وبرؤية ثابتة وثاقبة. أنا الحين اللي أقوله إنه هذه اللجنة اللي كونت ما دام هي مؤقتة أصلا بحيث نحن نتفق على شيء تستمر، ومباشرة نخش في البرنامج أو في البنود المطروحة
بحيث نكسب الزمن وبالتالي نكون على صيغة موحدة. هذه الرؤية اللي أنا أراها تعقبها. وشكرا لكم. صبر بس يترجم. يترجم. عمر طه كاب سويسرلاند كابت ناي من تصعف ناي محبر رئيسيات إيرتراويان لوطي زنطف سبيو بقو يا مسي زلو هو يبن مالت حنجين تاي بن مالت بخالي وغنو نوصلو كابت التفل عليه وفاتات جاني بن مالتي أنا أبز حنجي زرقية زلو كاتي جيدان عمان إسيكوا حلنا نخلطينا وزوح زلزار بأيكونن أبز التفل عليه وفاتات تزاربنا المسلة زخنا جن جزيان عقب بحصر زبالة انت اي زبن ات حداش كوميشن حابن بن اصلاق زياوت كاب دخونت اقاد دارسي قوين اي ريو نشدش تمعالتي اقراين صراحة تصالي قلنا خلال زخونت تراي بقعات حلو واندر تغطسن جن اتي اندي نطبطات اتي اقاد دارسي نطبطات نبليو زلنا خمين انسي كان عقبون دليو زلنا ابزقوا باقي يخون وين انتي اجامنا من انسي بخمي يخون بخمي كي يعوت ابزدل انت اتنا زحاش قينو يسمعني وضح مسلمكم يغني لي ما اعرف انا كيف شكلت لكن اليوم حضرت هم حاضرين ستة نفر شكلوا معناها تمثل الستة اللي شكلوا ما تمثل الدماغ معناها اذا كان تمثلنا تخرج مننا نحن نسلم هذه اول انا ما عندي اعتراض على الصاروخ لكن المفروض ما دام تمثلنا نحن متابعينا هي تمثلنا وتفاوض باسمنا لا تتكلم باسمنا هذه فكره الفكره الثانيه اختيار المناطق مثلا تختيار المناطق مثلا شرق الأوسط كبير كل الملاعب اذا اخترنا اثنين وجايين لعمل وبالذات المرحلة مرحلة الشباب عارفين انتوا الليلة التغييرات كل القاعدة تحصل في العالم دي قاعدين يقودوها الشباب وما في زول ينتقص من اي دور الشباب الاريتري في اي موقع هو قاعد يعمل احنا موافقين على اللجنة باي شكل لانه لجنة تسييرية هي هتسير عمل لكن يوضع في الاعتبار في مناطق نحن مثلا السودان في معسكرات بتاع لاجئين نحن ما عندنا اعتراض في الاخوان الكثير ديل لكن على الاقل يضاف فيهم واحد لانه مثلا الشباب ديل يكونوا موجودين في منطقه او منطقتين هل اختاروهم ديل يضيف عليهم لانه في 26 معسكر بتاع لاجئين والشباب الجايين من السودان ديل كلهم يمثلوا الشباب اللاجئين وعندنا قضايا حاسه ان احنا ما دايرين نطرح قضيتنا بالمناسبه مرتبطه حتى مع شباب اخواننا القاعدين يجوا الافواج القاعده تجي من النظام الموجوده والمعاناه القاعدين يعانوها الشباب عشان كده انا بالمختصر المفيد الشيء المقترح انه يضاف لواحد في السودان لضروره الانتشار الجغرافي بتاع معسكرات اللاجئين في السودان وشكرا أنه دور الشباب الإيجابي في المؤتمر أنه يجب أن نلعب كشباب دور إيجابي في هذا المؤتمر من أجل التوفيق من أجل خروج هذا المؤتمر ومن أجل إنجاح هذا المؤتمر ده البند الأول والبند الثاني تحديد الكوتا المطلوبة لتقديمها للجهة المعنية أو لبذل المجهود لتثبيتها داخل المؤتمر كوتا للشباب واتفقنا في ضمن البند بالاجتماع الناس اقترحت كاقتراح اولي
أنه يكون للشباب 30% علما بأنه في المساومات قد تنزل هذه 30% ممكن إلى أقل ما ممكن يوافقوا عليها كلها. إذن مسكنا أعلى سقف 30% والبندين دل اللجنة مع الشباب كلنا حنجتهد فيهم. والبند الثالث كان هو بند مختلف حوله مشكلة الأخ دانيال أنه كشباب برضو نستفسر حولها كيف تمت ولماذا تمت، ما هي المستمسكات فيما اتخذ من القرارات لثلاث بنود اللي اتفقنا عليها. وإذا كان في هناك